يقول دوري أنا وسيط أجلب الزبائن للأجهزة. يبقى السؤال يا الأخ السائل، إذا كنت وسيطا تجلب، يعني مثلا في بلدة دمياط مثلا يرسلون رسلا، يرسلون شبابا في الطرقات، أي واحد نازل مثلا يشتري عفش للزوج للزوجية يأخذه الغلام الذي أرسله صاحب المحل ويرسله للمحل ويتركه، يتركه يناقش صاحب المحل في السعر، وبعدها صاحب المحل يعطي عمولة. إذا كان الأمر قاصر على هذا، يبقى شيء يسير أن لا يكون صاحب المحل الذي أرسله أرسل الغلام الزبون إليه لا يكون غشاشا أو غاليا في السعر ويحمل المشتري السعر. فإذا كانت سلعه جيدة وليس بغشاش وتركتهم وشأنهم مع بعض، لك أجر السرح الذي سرحته والزبون الذي أتيت به. يسأل أيضا في المطاعم، يجوز ذلك ترسل؟ الحكم عام بشرط أن يكون المطعم طعامه جيد وطيب ولا يكون غالي السعر أيضا عن أمثاله.